واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تدور بالبيئة. هذا وقد شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري، واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية الأمن حملاتها التفتيشية المكبرة، حيث استهدفت عددا من المصانع والمخازن غير المرخصة بنطاق مديرية أمن الجيزة، وأسفرت عن ضبط 5 مصانع ومخزن بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة وتداول المنظفات والمطهرات المنزلية ومنتجات الألبان وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة، وبلغ إجمالي المضبوطات 41 طن و32,000 قطعة مواد خام صلبة وسائلة مجهولة المصدر، و19 طن مواد غذائية بدون ترخيص، وقرابة 4 أطنان مواد خام ومنتج نهائي بلاستيك مجهولة المصدر، وقرابة 0.5 طن و12,500 متر مخلفات نحاسية وبلاستيكية ومنتج نهائي لأسلاك وخراطيم كهربائية بدون موافقات بيئية. واستمرار للحملات الأمنية بنطاق مديرية أمن الجيزة لحماية الثروة الزراعية، أسفرت عن ضبط 3 مصانع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية، بداخلهم كمية تزن 710 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم في تصنيع المخصبات والأسمدة الزراعية. الأجهزة الأمنية شنت حملة أمنية مكبرة بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت تلك الحملة وفي مجال حماية الثروة الزراعية عن ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع المخصبات والمبيدات الزراعية بإجمالي مضبوطات قرابة 8 أطنان منتج نهائي ومستلزمات إنتاج مخصبات ومبيدات زراعية مجهولة المصدر. وفي مجال حماية البيئة تم ضبط 2 مصنعين ومخزن بدون ترخيص بالقليوبية لتعبئة وتداول المنظفات والمعطرات المنزلية وفرز وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بإجمالي مضبوطات قرابة 113 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات صناعية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة، وأكثر من 0.5 طن مواد خام لنفايات إلكترونية خطرة ومحظور حيازتها أو تداولها بدون ترخيص. كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها بنطاق مديرية أمن المنوفية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 مصانع و3 محلات ومخزن وشركة جميعها بدون ترخيص للأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية بإجمالي مضبوطات 42.5 طن حيوانية وداجنة متنوعة بدون ترخيص، وكذا مغشوشة ومقلدة، و66 طن أسمدة ومخصبات زراعية متنوعة بدون ترخيص، و0.5 طن ملح طعام بدون بيانات. كما تم ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المنظفات والمعطرات المنزلية بمنوفية بإجمالي مضبوطات 23.5 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات ومعطرات منزلية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.